وصلت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله رب العالمين ناصر المجاهدين ومذل المستكبرين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده، وبعد. يا أبناء شعبنا المرابط الأبي، يا أسطورة الجهاد ويا شوكة في حلق الأعداء، أيها المجاهدون في الجبهات وفي خطوط النار، يا عنوان مجد هذه الأمة ورسل كرامتها، يا مقاتلي أمتنا في كل ميدان، يا جماهير أمتنا في كل مكان، يا كل أحرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها 33، نعلن بعون الله تعالى عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو، في شمال غرب مدينة غزة، وفي جنوب مدينة غزة، وفي شمال قطاع غزة، حيث وثقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البري وحتى الساعة تدمير مجاهدينا ل136 آلية عسكرية، تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة من القوات التي دفع بها هذا العدو المرتعد إلى جزء من مساحة قطاع غزة. هذه الآليات التي بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف مكتملة الأركان، يدفع بها العدو إلى جبهة لا دبابة فيها ولا طائرة ولا مجنزرة ولا حتى جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة تستدعي هذه القوات المعدة لمهاجمة جيوش ودول. يدفع جيش يوصف بأنه الأقوى في المنطقة بقوة مدرعة ضخمة وألوية نخبة مزعومة مدعومة من البر والبحر والجو، في مواجهة مقاتلين أشداء صنعوا على عين الله ويضربون عدوهم بقوة الله وبإيمان وبسالة وشجاعة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، فيدمر مجاهدون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو. وبالرغم من تفادي العدو للالتحام الكامل مع مجاهدينا ومحاولته تدمير الحجر والشجر وقتل البشر وسحق المباني والمنشآت وقتل حتى الحيوانات في طريقه بشكل وحشي يشبه الأساطير التي تربى عليها الصهاينة لاستعطاف العالم والتباكي والمسكنة أمامه، فصدق الله العظيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بالرغم من المجازر والقصف الهمجي الذي يستهدف بالأساس المدنيين والمرافق المدنية في جريمة حرب أمام العالم الذي تحكمه شريعة الغاب، إلا أننا بفضل الله نناور بقوات النخبة من مجاهدينا، فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفية وننصب له ولدباباته الكمائن، ويدمر مجاهدون الآليات من نقطة صفر ومن المدى الفعال للأسلحة المضادة للدروع والأفراد وكذلك للبنايات التي يتحصن فيها الجنود، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود، وسلاح مدفعية دك التحشدات بقذائف الهاون والصواريخ،